السلام عليكم أميراتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى يا ربي تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير. معكم كوثر من قناة أميرة بيتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. فيديو ديال اليوم إن شاء الله البنات، جبت لكم واحد الوصفة رائعة بزاف، وصفة مجربة كنت شفتها عند واحد اليوتيوبرز، على ما اعتقد يوتيوبرز سينغالية افريقية، اللي سميت قناتها ايستر ليلي استوس ناتوريل. الى بغيتو قناتها غادي نخليها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف، باش تشوفوا الفيديو ديالها. هاد الوصفة هادي البنات غنية بزاف بالبروتينات وغنية بالسعرات الحرارية، وغتنفع بزاف الناس اللي عندهم النحافة الشديدة، والناس اللي باغيين يزيدوا في الوزن ديالهم، وحتى الناس اللي كيتريني وكيقدوا الفصلة ديالهم في لاصال، سواء البنات اللي كيديروا سواء الحديد ولا كيديروا السكوات، راه مزيانة ليهم بزاف هاد الوصفة هادي من بعد لاصال، حيت غنية بلي بروتيين والسعرات الحرارية. وهاد الوصفة هادي كتزيد بزاف في المناطق المنتوية، الصدر والمؤخرة والأرداف. وكانت واحد الأخت طلبتني في التعليق ديال الماسك اللي حطيت لكم ديال والماس، كانت طلبتني على واحد الوصفة لتسمين الأرداف ولا لتسمين الساقين. هاد الوصفة اختي، لكن إلا إن شاء الله تبعتيها وديري حتى التمارين ديال السكوات، راه كنت خليت لكم واحد لابليكاسيون كنت كندير فيها التمارين، خليتها لكم في واحد الفيديو، غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. بالنسبة للبنات اللي ماشي في استطاعتهم انهم يديروا لاصال، غادي نخلي لكم ان شاء الله رابط الفيديو، دخلوا شوفوه وديروا دوك التمارين اللي كاينين في دوك لابليكاسيون غضون شهر، وتبعوا هذه الوصفة هذه وردوا عليا ان شاء الله. غنخليكم دابا الفيديو، سمحوا لي بزاف الا طولت عليكم في المقدمه. الوصفه ديال اليوم ان شاء الله غادي نحتاجوا فيها الفول السوداني ولا الكاوكاو، كما كتشوفوا حنا بالدارجه المغربيه كنسميوه الكاوكاو، وباللغه العربيه سميتو الفول السوداني. بالنسبه للبنات اللي ماشي مغربيات، وهنا عندي بيضه مسلوقه، وعندي لافوكا، وعندي تقريبا واحد جوج معالق ونص صغار ديال عسل النحل، عسل طبيعي ماشي بالضروري يكون الحر، ولكن يكون واحد الجودة من العسل تكون جيدة. هنا كما كتشوفوا خديت إناء زجاجي درت فيه الفول السوداني، وراني دابا كنقطع في لافوكا كما كتشوفوا، حتى هي غادي نزيد فيها غير النص ديالها، يعني غادي ندير غير النص، ما غاديش نديرها كاملة. كما كتشوفوا غادي نزيد لافوكا، ولافوكا راه معروفه بزاف البنات، فيها نسبه ديال البروتين عاليه، وكذلك الفول السوداني. والبيض راه غني عن التعريف، يعني بلا ما نهضر فيه راه فيه البروتين بزاف. كما شفتوا معايا البنات ملي ضفت لافوكا، غادي نزيد دابا ان شاء الله غادي نزيد بيضه مسلوقه. الا قدرتوا البنات تحملوا البيض يعني ماشي مسلوق، تقدروا تزيدوا بيضه بلديه ماشي مسلوقه، يعني هكاك، وطحنوها مع هاد الشيء كامل. انا درت هنا بيض مسلوق حيت ما كنتحملش ناكله فحال هكاك صراحه، اذا كان ما طيبش. غادي نزيد كما قلت لكم جوج معالق صغار ديال العسل الطبيعي ونص تقريبا، واحد ربع كاس ديال الماء. وهذا الشيء كامل البنات كما كتشوفوا، اما غادي تميكسيوه بالميكسور الا كان عندكم ميكسورات، ميكسيوه بالميكسور، انا ما عنديش، كنطحنو هنا غير في الخلاط الكهربائي. كما كتشوفوا من بعد ما طحنتو هذا هو الشكل ديالو كما كتشوفوا معايا. وهاد الوصفه هذه وها يوميا
باستمرار، بالخصوص الى يعني الا كنتو كديروا التمارين سكوات كتاخدوها مورا التمارين، ما كنتوش كديروا التمارين راه كتاخدوها في الصباح وكتاخدوها في العشية باش الا بغيتو تعطيكم النتائج ان شاء الله. وكنتمنى يا ربي هاد الوصفة هذه تنفعكم وتعطيكم نتائج. الا كنت تبعتوها غضون شهر وعطاتكم النتائج، ما تنساوش تردوا عليا في التعليق وتقولوا لي واش تحسنت صحتكم ولا لا.